بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، كانت واجد واحد الحديقة منزلية، وهذه كتشوفوا أمامكم شجرة اللويزة. هذه اللويزة هو نبات عشبي طبي معطر، عنده فوائد على صحة الإنسان. وسولتهم على هذه النبتة ديال اللويزة، قالوا لي راه بلي أنها تغرست هذه مدة 10 سنوات، لهذا كنوريكم لأنها شجرة معمرة في المنزل. ما شاء الله، شوفوها قديش. وغادي نمشي نوريكم واحد الشجرة أخرى أختها في الحديقة الخلفية، هذا الأزير. احنا أمام الشجرة ديال اللويزة الثانية، حتى هي المدة ديال الغرس ديالها تقريبا هذه 10 سنوات ما شاء الله. وهذه غرسها غير بعود صغير، واحد الفرع غرس هاد الشيبة، هادي غرس هاد اللويزة هادي كيف كتشاهدوا. يعني قطع هاد الفرع هذا وزرعوه، والحمد لله هاي ولات على هاد الشكل. كيستعملوها الاستهلاك المنزلي. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله عليها، كيزودها بالسماد الحيواني روت معيز. وهذا التين ما شاء الله باقي شوية، رغم اننا في الخريف بداية الشتاء. انتم ما كتشاهدوا كرمص ما شاء الله. هذه شجرة التفاح، هذا التفاح البلدي، التفاح ديال البلدي. كتشاهدوا، وهذه عشبة السالمية او المرمية، هو نبات عشبي معمر ما شاء الله عليه. هذا اللي حداه الأزير، هذه حديقة خلفية ما شاء الله. كاين رمان، كاين تين. غنوريكم واحد العشبة ديال الشيبة ما شاء الله، حتى هي شجرة معمرة الشيبة. شوف تبارك الله هاد الشيبة هادي. والأزير، الأزير ما شاء الله. وهنا أمامنا التين الشوكي أو الهندية، ولكن تصاب اليوم بديك الحشرة ديال القرمزية كتشاهدوه. صافي بدا كيموت مسكين، الكات وما هاد الحشرة القرمزية. المغرب كامل تهلك بهاد الحشرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله التين ما شاء الله، التين الأسود. هي بقى وحدة هنا نزيدو، لا باقي ما طابش، باقي ما طابش. الزيتون ما شاء الله عليه، خضع اللون الأسود ديالو، زيتون طبيعي دابا طايب، لا كيطيح بوحدو، كيطيح لأسفل الشجرة. شوف الزيتون ما شاء الله، ما فيش ديك الذبابة ديال الفاكهة. زيتون جيد، لا أثر للذبابة ديال الفاكهة. واليوم كانت الأمطار الحمد لله، اليوم كانت الأمطار الخير سقطت. شوف الشجرة تبارك الله كم هي معمرة، الشجرة المباركة شجرة الزيتون ما شاء الله. بداو كيحصدوه دابا وقت الحصاد ديالو، الجني ديال الزيتون ما شاء الله. الزيتون أحمر طبيعي بدون مواد كيماوية. وهذه شجرة الرمان، شوف اللون اللي خضر دابا في الخريف. هذا العنب، الدالي ديال العنب. وهذا التين ما شاء الله على هاد الشجرة هذه. شوف الارتفاع ديالها،
كتر الخير، كتساقط. نشوف شجرة الرمان، باقي فيها الرمان. ها هو الرمان، ما شاء الله، شجرة الرمان. ها هو كيف كتشاهدوا مشاهدينا الكرام، شوف باقة عمرها بالرمان، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن خلاوه تتشق حتى ولا كيطيح، كيطيح راسه. يلا بهذا المنظر الرائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.